سير على الله. المهم السلام عليكم المشاهدين، كنتو بخير هانيين صحة لاباس مزيانين الدراري؟ عاد جاو عندنا دابا، جاو من تطوان، جا يونس كما كتشوفوا، ورا تبارك الله راه جوج د الليل دابا يلاه وصلوا، جاو لنا الفراش د البيت ان شاء الله اللي غتشوفوه معنا دابا اللي غيتفرش، وعاير يقولوا لنا البيس ان شاء الله كامل، وغتشوفوا كيفاش غيجي، وعيعطونا طبعا غادي يعطيونا الراي ديالكم. نتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم ويكون في المستوى. بالنسبه للبلازما اللي كنتو شفتو اللي جبنا، راه ركبناها البارح في الليل، واخا ما صورتش معكم ديك الشيء، ولكن صراحه جات واعره في ديك البلاصه. ودابا عاوتاني فاش غيتكمل الفراش عبالكم لكم البيت وحده اخر مبدل على 190 درجه. المهم دابا حنا الدراري فاش وصلوا يلاه تعشينا، سبقنا بعد الماكله هي الاولى، تعشينا تعشوا معايا الدراري، كان الماكله واجده يعني كنت معاهم على اتصال. فاش وصلنا كلينا ودابا كينزلوا السلعه. سيب أم صبعي خرج لنا العبار هو هذاك وصافي على الله، لان العبار المشاهدين باش تكونوا عارفين انا اللي كنت عبرت وعيطت ليونس وعطيته العبار. عبرت بيدي الله كلشي عندنا العبار معوض، وهم قد ما يخرج شي عبارة عوايج ولا شي حاجه. شنو عبرتي بقى نتعاود عاودتي دوبلتي الله يستر. المهم المشاهدين باش تكونوا عارفين انتم، المهم يونس غني عن التعريف كتعرفوه، لان دائما كفرش عنده، واللي فرش لنا في مرتي الفرش لنا الدار هنايا كامله، يعني كنتعاملوا معاه شحال هادي، عنده الفراش عنده كل شيء تبارك الله، داك الشيء في المستوى، داك الشيء ناضي. اللي عاوتاني على الطابله يا سلام، دابا ما نصورش معكم ديك الشيء عن قرب، خصني لان تاي مونطيو هذا الشيء كامل في البيت، وديك الساعه عاد غنشوفوا كامل المجموعين. ما خصنيش نقوز معكم دابا، نحرق دابا، ما خصنيش نحرق كل شيء دابا، نقوز معكم ديك الشيء بالتفاصيل ونقربوا، فهمتوني؟ خصني حتى دابا نزلوا كل شيء ان شاء الله، غيدخلوا كل شيء للبيت، وباش يلصقوا الرواق وديك الشيء كامل، غنمشي معكم مرحله بمرحله. حتى يتقاد البيت كامل ان شاء الله، وغنشوفوا النتيجه الاخريه، حتى ويصل غتشوف معنا النتيجه الاخريه كيفاش غايجي عاوتاني. انا تصور والله الا ويصل بقى فايقه وقالت لي انا ما غنعش على ود هذا البيت، خصني حتى يركبوه وعن نعاس. هذا باقي ما بغاش ينعاس، بغاش ينعاس ويبكي. اش ما بغيتش ينعس ياك؟ شكو كيف زعما شنو وقع لك هاد الليله ما بغيتيش النعاس؟ شنو وقع لك ما بغيتيش النعاس؟ ويصال؟ الفراش هو كينزل دابا باش نهوت، كيبان لي تبارك الله، كيبان لي داك الشيء واعر في المستوى. انا قلت انا قلت لهم ويصال، قالت لي والله وما تفرجش البيت اللي نعس ما بغاش النعاس. جوج جوج تبارك الله تبارك الله. ودابا انا عارف خصو هادشي كامل، خصو يخرج لبرا. السلام عليكم الحبايب ديالي، كيف نتوما لاباس عليكم؟ بخير مزيانين، نتمنى الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. المهم صراحه المره كامله
المرا شكون كيف شنو كيف فرحها هي ممكن كتفرش الدار ديالها اما القشع ولا التفريشه المهم اكثر من كل شيء او الكوزينه الكوزينه اي حاجه المهم دابا جبرتو خدام كنفرشو البيت ديالنا ان شاء الله يا ربي صراحه اللي عيرجع احسن بيت في الدار شوفوا كان اقبح بيت في الدار دابا والله كان اقبح بيت انا بعد هذيك التفريشه اللي كانت فيه كطلعت لي في راسي دابا عيرجع المشاهدين شحال من مره وما علينا غيروها وسبحان الله حتى شي واحد ما عجباتهم من الاول هي اللي كان خطراتها عملنا صراحه هذاك الشيء بسيط وصافي كنا عملنا هذيك الفريشة شحال كنا عملنا وصلوا قريب 30 درهم المتر هذيك الفراش اه واقيلا عيد 30 درهم اه و هذيك الخشب كانوا عندنا قدامين شويه تما المهم ان هذيك الشيء بسيط وصافي ايوا دابا جا الوقت جا الوقت ان شاء الله حنا دابا عملنا التفريشه مزيونه شوف صراحه انا بغيت نشوفها دابا تنشوفها معدله دابا تشوف يلا كنتعش والله لا عشينا مساكن جاوا يعني تاع طلع لينا بزاف اه جاوا شويه جاوا شويه مع الليل لان انتوا عارفين كيكون ثقال خاص ضروري بنادم ما يجيش دابا السلو فين هو السلو السلو ما السلو ما عندي في السطاح مرحبا بك محمد محمد ولد البلاد ولد بني احمد تحياتي شنو السميه ديالك انت نسيتها انوار خي انوار متشرفين انوار وقيلا من وزن ياك نزومي تحيه الناس زومي انت انوار قديم شويه مع يونس ياك اخي ربي دابا تبارك الله عزومي لك باقي الفرش اللي كنا فرشنا كامل وعودنا كنت كتجي معاه عزومي لك اقول عزومي لك عزومي انا درغول على اللعبه عاوتاني هنا عاوتاني شي حاجه ملويه هنا رمانا مغمض الله اعلم شيني هنا جبدو من تما وفكو عفوكو صافي في 5 متر كافي مدعي ما بغاش ينعس الليله والو اللي ما قصر معانا اليوم الضحى قصر معانا فرحان سيفتي اليوم اه لا فرحان بالفراش
هاي اخي محمد هاي ماشي محمد ايها هل يركبوا تما سيد شوف تبارك الله ما شاء الله الله يبارك تبارك الله الله يجزاك يا حمار اعطينا الراي ديالكم المشاهدين شوفوا البيت اللي كان صراحه نقولوا عيا في الدار هذا اللي كنا كنجلسوا فيه كناكلوا ما كتشوفوا دابا كنصور معكم محمد عاوتاني تبارك الله عليه سير صوروا ما تشي محمد بالتفاصيل كل شيء ما شاء الله لا الفراش عندهم ولا التينيسيون في الخدمة ولا كل شيء تبارك الله ديك شيء غزال ها؟ جمبهج بهج وخبرك البيت تفتح بزاف هاد الألوان اللي فيه مزيانة بزاف صراحة اللي تناسق الألوان هما الديكورات هنايا هما لي ديطاي الخدمة كاملين كيجيو شوف هاد الديكور اللي عندي عاوتاني في الحال تينيسيون هو جواعر ها طبعا حطا غلاجه بحال هذيك طاح الخشب عاوتاني ما شاء الله راهي ليلى لا مشكله دابا انا عارفه ما بقاش نخرج منه نتينا عاد مشكل هذا البيت ديالي هنا وريا الصراحه جا كيحمر لا صراحة عطونا رأي ديالكم المشاهدين ما شاء الله لا لا والله إلا خاطر اقسم بالله إلا خاطر طلع تبارك الله جفني كيبان كبير لا الخدمة تبارك الله طلع واعر حتى البلاصة المشاهدين ما كنتوش شفتوها معانا كما شفتوا لأن كاعنا ديك الصغيرة في الأول بلاصة معاها ثاني جات عامرة الحيط كاملة تبارك الله 65 بوص كذا عمر الحيط كامل تبارك الله جات واعرة شوف أنا ركبتها بالليل قلت زعما تقدر تجي عالية بزاف ولا هذي كنظن جات هي هذيك لا جات هي هذيك صراحة جات ناسقة مع طول الصالون وتبارك الله زعما هادشي والله العظيم إلا تبارك الله الفعل بسم الله اول جلسه اول جلسه شو اخبارك كان تبارك الله على الدراري الله يعطيهم الصحه زعما عندهم داك الشيء كيحطوا كل حاجه بلاصتها وكيعطوا كل حاجه الوقت ديالها لا انور ولا محمد كنحييكم الدراري شكرا يرحم والديك اخي انور والثاني عاود شكرا اخي يونس دائما سبحان الله ما كيحشمناش يونس ولا كوثر كنحيو حتى كوثر اللي مع يونس تبارك الله عليهم عندهم الذوق المفيق خبرك جلست هنا قلت لك نعدلو معادي قالت لي لا عندك كشكل ديال الفرماجه باش يعني تستغل بلاصه شحال انا كنت يعني بصح عندها الحق هي دابا وصل الفرماجه كتجي مزيونه بزاف هي دابا وصل فاش مشينا لتما للمحل فاش كانت معنا كوثر قالت لها زعما قالت لها وصل الله يجيو مربعين زعما عاديين بحال اللي كاين عندنا مربعين يجيو حتى لهنا داخلين غادي كوثر قالت لا لا
قالت له فرماجه غايجيو عاطين كثر حلوين ومزيانه والجلسه عجيبين كبيره وفعلا شوف بالضبط الله يهديك. الله يهديك تشوف كيفاش كيجي بحال كرسي كبير. كرسي كبير تبارك الله عليك يا وتر عندها الذوق تبارك الله. واش كنا عارفين حتى الدار الجديده اللي عندنا في مرتل الثانيه اللي باقا ما فرشهاش. انا عطيت السالوت ليونس عاوتاني عبدا فيها ان شاء الله في هذه السيمانه. هذيك اصلا ما غنشوفوها بحالنا بحالكم. عيدخلوا لي وكوثر عاوتاني عيفرشوها حتى نزلوا لنا الفراش وعاد عاد نشوفوا الفراش كيفاش عاد عطوا السالوت اللي يدوم وما يختاروا لنا الفراش. عاد اللي بغى ان شاء الله غيطلع ديك الشيء مزيان بزاف. خليوه هو يتفنن لكم في الدار، خليوه هو يفرش لكم والله ما تحشموا، اصلا لا فرش لكم ودخلتوا المحل وشفتوا عاد قولوا ما شاء الله، ولكن الا كان عندك شي كنتي في واحد الفراش او بغيت نتردد هذا 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 كنت اكد احد عمل شي فراش وفي الاخر تقدر ما تقتنعش به ولا شي حاجه ما شاء الله. انتم كتشوفوا النتيجه اللهم بارك. شوف كانوا فيه شي اربعه ديال اللوينات، كان الزيتي وكان الشيبي والكريمه وكان واحد اللون مشكل عاوتاني وصافي. شفنا الزيتي شفنا الزيتي عاد وقت صافي خدم لي بحال هذا. شفت ثلاثه الالوان هذا؟ لا فيه اربعه الالوان. صافي خدم لي هذا قالت لي صافي واري عليك ويس. واحد القضيه اخرى عاوتاني، شوفوا العام اللي قاس فاش كان فرش لنا عاوتاني يونس تبارك الله لقى واحد الاقبال كبير من عند الناس المتتبعين ديالنا تبارك الله، اللي تبارك الله شحال دخلوا عنده فرشوا عنده تبارك الله. هو يعني هو اللي قال لي وعجباتهم زعما الخدمه وتصوروا تبارك الله دابا ما كيجلسش. وعاد زاد تبارك الله واحد المحل اخر اللي فتح واحد المحل كبير تبارك الله وزاد المعلميه بزاف دابا كيسربي. كيضرب تقريبا واحد الشهر مثلا باش كيوجد داك الفراش، دابا مده الاسبوع صافي كيوجدوا. ماشي بزاف المده ديال السيمانه كان هو كان واجد على الكوثر والله الا المده ديال السيمانه كان واجد الحمد لله يا ربي. صراحه طلع البيت واعر ما شاء الله صراحه وفي واحد الراحه نفسيه والله. دابا بنادم يبقى هنا جالس ما يتحركش دابا انا مشكله عارفه باش هذا الباوع يبقى حدا هاد التلفازه ومتكي هنايا هنا عيوقي عرفتو الدار كامله كيساريه من البيت لبرا البيت لينا للصالون وتصوروا هاد النقيه جالس هنا حيتاش هاد البيت هذا مبرد معاه مبرد صراحه كيبقى مبرد كثر الدار برد ولكن هو هاد البيت هذا خصوصا كيقيل بارد في الدار كامله لان موجهش للحراره الشمس كتقيل منها اتجاه وكيقيل مبرد. الاهم من هذا الشيء كامل هو اننا يعني الفرش داغي فرشنا قبل اسبوع يعني جا في الوقت المناسب الحمد لله. هذا الشيء اللي كنا باغيين حنايا زعما الله يعمر راس العيونس اللي كيتامل في الثمن ولا في المعامله ولا في كل شيء من اطيب خلق الله ومشابعي تبارك الله الله يسهل عليه وعنده واحد الاقبال كبير زعما من عند الناس. بقيت على خطا صراحه جوال فرحانه مشطانه الفراشه هو جا دايا كل شيء مسمور كل شيء راقد ايوا الحمد لله الحمد لله يا ربي هذه اي واحد بابا الا اللي كيتمنى يكون عنده دار ومفرشه الله يسهل على اي واحد اللي عنده شي حاجه الله يسهل عليه. صار من نفس الرواق يدخل هو شويه البيت باش يصبح مبرد. عاوتاني هادو حيدناهم اللي جبناهم نزلناهم هنايا وسط الدار لان الطابله كناكلوا عليها وهادو جبناهم باش محمد علي ما يهرسهمش. بزاف منكم كتسولونا في الكومنتير كتقولوا لنا واش يونس كيفرش في اي مدينه في المغرب؟ كيفرش في اي مدينه في المغرب. اللي خصو شي حاجه يتصل به النوامر ديالو هما هادو الواتساب ود الهضره. اللي ما بغاش يوصل عنده كما حنا كنعملوا معاه في الواتساب كيوريكم الشكالات وكلشي صافي وكتعبر له. فحال انا دابا عبرت غير هنايا صيفطت له العبار في الواتساب حتى جا حط المسائل ديالو تبارك الله كما كتشوف كلشي على عينكم ما شاء الله. ومن الاحسن فاش تبغوا تفرشوا من عند يونس خليوه هو يختار لكم هو وكوثر تبارك الله راه عندهم الذوق ما شاء الله تبارك الله عليهم. انستغرام ديالو هو هذا اللي كتشوفوا على الشاشه شوفوا ما شاء الله على الطابله كيفاش جات شوفوا اللوح ديالها الزجاجه من فوق كيفاش جات ما شاء الله. الخدمه زعما عندهم الدراري تبارك الله عنده الدراري عندهم الخدمه واعره شي في المستوى. عطونا الراي ديالكم وخلونا التعليق ديالكم بزاف لي كومونتير وشكرا الله يبارك فيكم اللي كبارك كامل 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 الله يبارك فيك شكرا بزاف الله يحفظكم.